قاعة التشريفات في مطار الكويت الدولي محطة الاستقبال المثالية لأبطال الكويت. فبعد أن خطف ذهبية أسياد جاكرتا، عاد البطل علي الإخرافي ووفد الفروسية المشارك بعد أن حقق إنجازا ثمينا اعتلى من خلالها منصات التتويج بذهبية مسابقة فروسية قفز الحواجز. الإخرافي استقبل استقبال الأبطال، فكان في مقدمة المهنئين الدكتور حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة. تشرفت اليوم والحقيقة أن أكون على رأس مستقبلين لاعبنا على الإخرافي، الحقيقة اللي شرف الكويت الحقيقة في حصول على الميدالية الذهبية. وأعتذر طبعا اللي كنت في إجازة، ويمكن الأخوان الشيخ حمود المبارك والأخوان بالهيئة أيضا استقبلوا الأبطال الحقيقة، والحقيقة الآن 6 ميداليات. سعداء جدا الحقيقة بهذا الإنجاز رغم ضعف الحقيقة الاستعداد. احنا يمكن كلكم عارفين فرحنا جدا يعني في رفع الإيقاف بشكل مؤقت خلال يعني أثناء إقامة البطولة، ويمكن لو هذا الرفع كان قبل بداية البطولة لكان هناك متسع من الوقت لإعداد لاعبيننا بشكل جيد. الحمد لله الله كتب لنا يعني الفوز الذهبية، خصوصا المنافسين كانوا منافسين كبار مثل الفرسان القطريين والسعوديين وأيضا اليابانيين والإماراتيين وغيرهم من الدول كانوا متواجدين، فرسان أغلبهم فرسان أولمبيين عالميين، وأيضا الخيول كانت متواجدة من أفضل الخيول في العالم. حصولي المركز الأول ما بين هالشباب اللي مشاركين كان يعني إنجاز كبير الحمد لله، وسمعنا النشيد الوطني هذا أكبر إنجاز. إنجازات تسجل باسم الكويت في محفل آسيوي يمثل حلم لأي رياضي، فصعود منصات التتويج ورفع علم الكويت عاليا تحقق بهمة أبناء الوطن ودعم لا محدود من الدولة لأبنائها الرياضيين. إذن مسك الختام لأسياد جاكرتا لأبطالنا، تكلل بالذهبية الثالثة للكويت مع البطل الفارس علي الإخرافي، أضف لذلك فضية وبرونزيتين، فشكرا لرياضيين هذه الإنجازات.